للباريتي والسيمتري. باريتي and symmetry. F of x is even if f للماينس x equal f of x. كيف يعني؟ إذا معنا let f of x equal x power 2. طيب وقت بيجي بقول لك اني اف للماينس اكس، شو معنات اف للماينس اكس يا استاذ؟ يعني لو حط مطرح الاكس ماينس اكس، ها؟ ماينس اكس باور 2. شو طلعت اف للماينس اكس؟ مش هي ذاتها اف اوف اكس؟ بما انه اف اوف اكس ايكوال اف للماينس اكس امبلايز اف اوف اكس از ايفن. شو بنقول هاي الفانكشن ايفن؟ ما حدا يلخبط بين ايفن نمبر واود نمبر وفانكشن، لا ما لها علاقه هاي بها. انت بتقول اف اوف اكس ايفن اذا اف للاكس هي ذات الاف للماينس اكس. طيب استاذ، طيب بما انه هلا عم نحكي عن الايفن، خلينا نشوف شو بنستفيد. اذا انا جيت قلت لك اف لل 2، جيت قلت لي شو بتساوي يا استاذ؟ 4. طب اف لماينس 2 كمان شو بتساوي؟ ماينس 2 باور 2 4. طلع عندي نقطتين انا، اول نقطة 2 شو صارت؟ 4، والنقص 2 شو صارت؟ 4. بنيجي انا وياك من اول خلينا نرسمهم على الرسم تقريبية، خلينا نرسمهم اوضح، ها؟ بنرسمهم اوضح قدامنا. خلني نجي نرسم هون هيدي اف، اف لاتنين اربعة، اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة، لك وين طلعت الاربعة؟ ها هيدي اف لاتنين، رح سميها ايه هاي النقطة؟ اف للناقص اتنين اربعة، ها هاي ناقص اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة. طب استاذ هاي اي برايم، شو رأيك بالاي والاي برايم؟ شو بيكون عندك هون؟ الواي برايم او واي، ما هيدا واي او واي برايم واكس برايم او اكس، بتكون بهالحالة إذا اف ايفن، فإذا كمان بيطلع إذا اف ايفن امبلايز واي برايم او واي اكس از اوف سيمتري. أنت مش الاي برايم هي سيمتريك للاي ويز ريسبكت تو واي او واي برايم، ونفس الحاكي بالنسبة للاي. واضحة هاي؟ فكرة جدا مهمة، فكرة جدا مهمة هيدي. فإذا اف اوف اكس، إذا اف اوف اكس ايفن يعني شو بكون؟ اف للماينس اكس ايكوال شو؟ اف للاكس. خلينا ناخذ اكزامبل تاني. لات اف اوف اكس ايكوال اكس 4 بلس اكس 2 ماينس 4. طيب استاذ تعاجب لي يا شاطر، اف للماينس اكس هي ماينس اكس باور 4 بلس ماينس اكس باور 2 ماينس 4، يعني ماينس اكس باور 4 اكس باور 4 بلس ماينس اكس باور 2 كمان اكس باور 2 ماينس 4. قارن لي هودي الاثنين استاذ، مش ايكوال؟ امبلايز اف اوف اكس او اف اوف اكس شو بنقول لها؟ كيف؟ او بالاحرى خلينا نكون دقيقين بكتابتنا، اف ايفن، اف ايفن فانكشن، اف ايفن فانكشن. طيب بنيجي للاود، اف اود اف اف للماينس اكس ايكوال يا استاذ ماينس اف اوف اكس ايكوال شو؟ ماينس اف اوف اكس. طيب كيف هيدي؟ بتيجي خود هذا الاكزامبل لتفهم اكثر. f of x equal x power 3 minus x. طيب f للماينس x، تعالوا نعوض، minus x power 3 minus
ماينس اكس. شو معنات اف للماينس اكس؟ يعني شو عم تعوض مطرح الاكس؟ ماينس اكس. ماينس اكس باور 3 ماينس اكس ماينس ماينس بلس اكس. اذا اخذنا ماينس مشترك شو بتصير هاي؟ مش اكس 3 ماينس اكس. تمام، شو طلعت؟ ماينس اف اوف اكس. شو بتستنتج؟ امبلايز اف شو بتكون؟ اود فانكشن. طيب بالايفن استنتجنا انه شو بيكون؟ بيكون الواي برايم او واي اكسس اوف سيمتري. طب بالاود خلينا نشوف بالاود، ها رح ناخذ هيدي الفانكشن اللي اخذناها f of x equal x 3 ناقص x. f لل 2 هي 8 ناقص 9 equal شو؟ 6. طيب طلعت عندي نقطة، فإذا إذا ال x 2 ال image لإلها شو طلعت؟ 6. طيب جرب لي f لل minus 2 يا أستاذ. ناقص 9 بباور 3 ناقص ناقص 9 بتطلع ناقص 8 زائد 2 شو بتطلع؟ ناقص 6. فإذا طلع إذا الأكس ناقص 9 الإيمج لإلها شو؟ ناقص 6. طب خلينا نجي نحط هودي النقطتين هون قدامنا لنشوف شو بنستنتج. هودي أستاذ يعني أنت قادر تفهمهم، مش ضروري تحفظ حافظ. إذا شي مرة نسيت القاعدة قادر تشتغلها قدامك. 2 6 2 1 2 3 4 5 6 هاي الأي مثلا، ناقص 9 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. شو رأيك بالA والA برايم أستاذ؟ إذا جيت أنت هون طلع فيي الA والA برايم الO، ما بتستنتج أنت من خلال الرسمة إنه الO ميد بوينت أوف A برايم. إمبلايز إذا الF أود ذن الO شو بتكون؟ سنتر أوف شو؟ سيمتري. شو بتكون الاو؟ سنتر اوف سيمتري. شغلة جدا بسيطة كيف منبرهن اف ايفن فانكشن واف اود فانكشن. لأعطي بعض اكزامبل على الاود فانكشن. اف اوف اكس ايكوال اكس باور 2 بلس 2 على x. طب f للماينس x هي ماينس x باور 2 بلس 2 على ايش؟ على ماينس x. ماينس x باور 2 يا استاذ x باور 2 بلس 2 على ماينس x. ما فيك تطلع الماينس لكل فراكشن اكيد، يعني فيك تكتبها ماينس x2 بلس 2 على x. يعني فينا نكتبها ماينس وهيدي شي يا استاذ f of x، صح؟ فاذا بستنتج انه f هي odd function. واكيد صرنا نعرف دغري and o center of symmetry. هيدي بالنسبة لل f even function و odd function. طيب استاذ هلأ استاذ كيف منبرهن center of symmetry لfunction؟ هلا بتقول لي طب استاذ شو يعني center of symmetry وشو يعني او center of symmetry لفانكشن؟ كيف الفانكشن؟ لحقين لنحكي عن رسمه الفانكشن وشو هي الفانكشن. هلا عم نحكي نحن بالكالكوليت. اذا بدنا نبرهن center of symmetry لاي عند الاكس اي والواي بي، اذا قال لي برهن الاي center of symmetry. اذا اف للتو اي ماينس اكس بلس اف للاكس ايكوال تو بي implies I center of symmetry. طيب application معنى f of x equal، انتبهوا لي شوي بس على هذا الاكزامبل لناخذ لكم اكزامبل مهم. f of x equal خذوا لي x minus 4 على x minus 2. اجا قال لي part 1 find the domain of f of x، part 2 prove
الاي اعطيني الاي استاذ 2 1 اللي برهنا center of symmetry. طيب خلني شي نحكي. اول شيء هاي دي الدومين لقير f of x. انت شو رايك هاي is defined ايمتن استاذ؟ f x minus 2 different from 0 يعني x different from. طب اذا x different from 2 يعني كل الارقام ما عدا 2، فاذا شو صار الدومين استاذ؟ minus infinity 2 union 2 plus infinity. تمام هيدي هي الدومين. منيجي لل center of symmetry. قال لي برهن الاي 2 1 center of symmetry. قبل ما بلش بالقاعدة واللي هي f لل2a minus x زائد f للx equal 2b، في شرط لازم انتبه له استاذ، هيدا الشرط لازم تنتبهوا لي له بالcenter of symmetry. شرط كتير مهم. شو هو الشرط استاذ؟ الكل ينتبه. هيدا الدومين اللي عم نحكي عنه نحن. هذا الدومين واللي هو طلع عندي minus infinity to union to plus infinity. فإذا طلع عندي الدومين minus infinity to union to plus infinity بده يكون قبل كل شيء، بده يكون قبل كل شيء هذا الدومين centered at A. هذا الدومين شو طلع معك؟ مش minus infinity to union to plus infinity. تمام، ما قلناش نحن الاي هي هيدي اي وهيدي بي. هيدي الاي بدها تكون هي قسم الدومين لقسمين ايكوال، مزبوط؟ ما هيدا الدومين قديش الاي هون؟ مش 2؟ طيب هون ماينس انفينيتي 2 وهون 2 بلس انفينيتي. ال 2 مش قسم الدومين لقسمين قد بعض، من هاي الميله من ميله قبل ال 2 قد من الميله بعد ال 2. فاذا اول شرط بدي اقول له دي اف سنترد ات 2، يعني التو قسم الدومين لقسمين ايكوال. هيدا اول شرط. تاني شرط واللي هي القاعدة. طيب استاذ القاعدة هي f للتو a minus x زائد f للx ايكوال شو؟ 2b. الاي قداش استاذ؟ 2 يعني 2a. الاي ايكوال 2. فاذا 2a minus x ايكوال 2 ضرب 2 4 ناقص x. طيب البي قداش؟ 1. 2b ايكوال شو؟ 2. خلينا نجي نعمل f لل2a minus x زائد f للx. يعني f شو معنى 2a minus x؟ يعني 4 minus x plus f للx. وقت بقول لك f لل4 minus x شو قصدي انا؟ يعني حط مطرح x 4 minus x، مش هيك؟ شو معيها انا الفانكشن؟ رح اذكركم بالفانكشن هون. انا الفانكشن معيها f of x x minus 4 على x minus 2. يعني براح بدي احط مطرح ال x 4 minus x. احي 4 minus x minus 4 لحال على 4 minus x و minus 2 لحال plus f لل x بنقولها مثل ما هي. طلعت 4 ناقص 4 راح وفضل فوق minus x على 4 minus 2 2 minus x زائد x minus 4 على x minus 2 يا ستي. طيب هيدي 2 minus x، هيدي x minus 2. إذا بدك فإذا minus x قلنا بننزل الماينس لتحت، شو بتصير استاذ؟ صارت x على x minus 2 plus x minus 4 على x minus 2 بينجمعوا صاروا x minus 2 تطلع 2x minus 4. في مشترك فوق 2 بفضل x minus 2 على x minus 2. راحوا ها وبيطلع شو الجواب؟ 2. هيدي 2 مش هي 2b 100%. فاذا implies i center of symmetry. فاذا i هي شو؟ center of symmetry.